محمد اسمي محمد ساهي خميسي رئيس دائرة الغابات بقفصة. اليوم حضرنا جلسة طلبناها من السيد الوالي في إطار الاستعداد للعيد الوطني للشجرة والحديث عن الجائزة الوطنية للتشجير. الجائزة الوطنية للتشجير كنا اقترحنا ثلاثة أسماء ناجحين، نسبة نجاح طيبة تفوت 81%، وكان السيد الوالي أشار معناتها إلى الموسم إن شاء الله القادم باش يكون موسم متميز يركز على النتيجة نسبة النجاح لا معناتها عدد الأشجار المغروسة، وحاط الحضور اللي هما من مؤسسات شركات بيئة بلديات معتمديات ومجتمع مدني أحاطهم باش تتضافر جهودهم وينسقوا مع بعضهم باش الموسم يكون موسم ناجح والنتيجة إن شاء الله نتاع العام المقبل الموسم المقبل باش تكون إن شاء الله طيبة أكثر من نسبة السنة اللي كانت نسبة متعادلة مع العام اللي فات، هي نسبة 22.3 بالنسبة للولاية. الأشجار اللي كانت موزعة على الخواص كانت 390,000، والأشجار اللي توزعت على المؤسسات والخواص والمجالس القروية كانت 412,000. نسبة النجاح كانت بالنسبة للخواص والبلديات نسبة 35%، وبالنسبة لأشغال الغابات في التشجير كانت نسبة 51% نسبة نجاح. وفي الإطار هذا تحدثنا كذلك على الاستعداد للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة السنة اللي يوافق يوم 8 نوفمبر 2015، واللي هو بداية انطلاق موسم التشجير 2015-2016. وقدمنا للسيد الوالي المواقع اللي باش يتم فيها الاحتفال، موقع يمسح زوز فاصل 5 هكتار يجي على الضفة اليسرى على ود بياش قبالة الجسر، كان مصب نتاع فضلات وفضلات بناء، عازمين ان شاء الله باش ينضافوا كله، وفي حظيرة توا عندها مدة 5 أيام تشتغل يحضروا في يهيئوا فيه للتشجير، ومكان اخر اللي هو يجي في سيدي احمد زروق على مستوى مفترق سيدي احمد زروق وطريق الحزام اللي يمسح 0.5 هكتار يتبع المنطقة البلدية، وكذلك في حظائر قاعدة تشتغل. السيد الوالي اقترح آخر، قال لما لا معناتها إضافة مكان ثالث ويكون مدرسة ابتدائية، إن شاء الله هذا باش يتم دراسته اليوم وكذلك يتم التدخل فيه بالمناسبة. وعدد الأشجار اللي هي مبرمجة يوم الاحتفال باش تكون في حدود 2000 شجرة بين الموقع نتاع الضفة اليسرى لواد بياش اللي هو يتبع ملك الدولة للمياه، والمساحة ولا المنطقة اللي هي في الحزام منطقة نظرة باش تكون فيهم 2000 شجرة غابية وشبه غابية وأشجار زينة. حضرنا كذلك للموسم القادم، هو الموسم هذا اللي انطلق يوم 8، حضرنا 800,000 و9,000 شتلة ما بين شتلات زينة وشتلات رعوية وشتلات غبية، وضعنا منها 520,000 على ذمة الخواص، 400,000 شتلة وعلى ذمة البلديات 20,000 شتلة وعلى ذمة المؤسسات بما فيها شركات البيئة وغيره والمؤسسات التربوية 100,000 شتلة. انطلقنا في توزيع الشتلات في بعض المنابت الغبية اللي موجودة بولاية قفصة واللي هي منبت الرئيسي اللي هو منبت القصر ليلى القصر ومنبت عبد الصادق ومنبت الدوار بيوم العرايس ومنبت سردود برديف ومنبت بالخير منبت هداج بالخير. منبت هذول كل طاقة الإنتاج نتاعهم 2000 شتلة انتجنا فيه من سنة 890,000. ونأملوا إن شاء الله باش يتم التوزيع على أحسن ما يرام، باش نوزع الشتلات حسب
طلب وحسب ما نروح نحن في امكانيه الفلاح باش نوزعوا لهم شتلات، ما نجوزوش للف الا في حالات استثنائيه اللي نعرفوا متى الفلاح على راه مستعد، اما يكمل الزياده على الالف معناها ياخذها يشريها. رغم الشتلات اللي عندنا هي عندها فتره تتوزع فيها مجانا والفتره الاخرى معناتها تتباع حسب طريفه بيع المنتوجات الغبيه المقرره من طرف وزير الفلاحه والصيد البحري ووزير املاك الدوله. معناها الطريفه بالنسبه لاجار الزينه بدينار والشتلات الاخرى شتلات الغبيه ب 100 فرنك. ان شاء الله نأمل العدد باش اكيد يرتفع، لان المطالب قاعده تجينا نتاع المواطنين الخواص اللي هما عندنا وصلوا 676 كان بزياده 200 فلاح على السنه السابقه. نأمل باش توصل يمكن في حدود 700 800 ممكن حتى 700000. أنا حسب الدائم مش نقول هناك يا سي محمد عندنا توا اقترحت زوز أماكن، ما عرفش شنو.